المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات أردنية. ويسرنا لهذا اليوم استضافة السيدة أماني فيصل ربعي صاحبة روضة أينشتاين. ست أماني يسعد مساكي. مساء الخير. في البداية تعرفينا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. إن شاء الله. اسمي أماني فيصل عبد الهادي، عمري 27 سنة، مخلصة بكالوريوس معلم صف وأم لثلاث أطفال. نعم. وصاحبة روضة أينشتاين. ست أماني، كيف جاءتك فكرة هذه الروضة ومتى بدأتي فيها؟ والله أنت عارفة الأمور عندنا طبعا كتعيين وكتوظيف صعبة جدا. نعم. فحكيت إذا الواحد ما غامر وآيس وخاض مشروع ما عمره بنجح ولا بستنى الرزقة تيجي لعنده. فحكيت لازم نباشر ولازم نشتغل يعني على حالنا، والحمد لله باشرنا فيها بمساعدة الوالد الحمد لله، وفتحناها وان شاء الله انها تكون يعني بدايه خير، وهي ان شاء الله انها مبينه بدايه خير علينا الحمد لله رب العالمين. متى بدات فيها؟ بدانا بشهر 6. ست اماني، خبرينا اكثر عن الخدمات اللي انت بتقدميها للطلاب بالروضه. ان شاء الله احنا خدماتنا يعني الخدمات الاكاديميه والخدمات التربويه هي مفروغ منها. عندنا خدمات، عندنا خدمه انتظار لابناء الموظفين، هي خدمنا فيها اهل المنطقه اللي اهليهم بتاخروا، ومعروف انه طلاب الموظفين دائما بيعانوا من تاخير والديهم في الدوام. فاجتنا فكره انه كسمعه لنا وكخدمه منا وكهديه منا لاهالي الطلاب الموظفين يعني. نعم. وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله. ست اماني، ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجهك في نطاق العمل؟ عندنا طبعا هو بشكل عام الروضات ممكن تحكي لك انه قدرات تعليميه بين الطلاب ممكن انها تخرب على طلاب او تضايق على الوقت المحدد للمعلمه. احنا الحمد لله ما عندنا، بس في شغله صغيره اللي هي الاختلاف اراء بعض الاهالي بين مفهوم القدرات التعليميه او القدرات العقليه عند الطلاب. القدرات العقليه بتختلف من طالب لطالب. بيجيك اهل انا بدي ابني مش زي ابن عمه، ابني مش زي ابن جيراننا. فالاهل مرات شوي بتسرعوا بالحكم على الكادر التعليمي مثلا، على سمعة الروضة مثلا. احنا هاي الامور الحمد لله يعني لحد الان امورنا ماشي بالسليم، لكن هاي المشاكل بتعاني منها اغلب المؤسسات الخاصة كروضات ومدارس. فالمقارنات هي اكبر ممكن سبب بيواجهنا صعوبة فيه بالروضة. نعم. ست اماني، ما هو سر نجاحك؟ سر نجاحي الحمد لله انا طبعا من وانا عمري 18 سنه تزوجت وكملت دراسه الحمد لله، وكان جوزي اول داعم لي طبعا، الوالد الله يطول عمره، هو طبعا اللي بحفزني دائما على الشيء الصح، هو اللي دائما وعندي طبعا قدوتي بالحياه الحمد لله، والله يطول عمره ويعطيه الصحه. ووالدتي طبعا بتدعمني اكيد، يعني كل واحد بحب شخص الا ما يدعمه طبعا. ف بس تمام. ست أماني، كما وتعلمي أن المملكة الأردنية الهاشمية تنعم بمنظومتي نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. ما رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ الحمد لله، يعني إحنا على فكرة هاي أكبر نعمة موجودة عندنا في البلد. يعني لولا الأمن والأمان ممكن طفل أمه ما تأمن عليه يطلع من باب البيت مش يروح على روضة أو على جامعة أو على مدرسة. حتى مش شرط طفل، ممكن يكون شخص كبير وأمه ما مثلا ما تخليه يطلع لأنه فيش أمن. بس الحمد لله رب العالمين بفضل وظل سيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الله يطول بعمره، احنا الحمد لله اكبر امن وامان عندنا في الوطن، وان شاء الله بيضل دائم الامن والامان علينا وبننعم بالخير وبلدنا بلد خير، وان شاء الله انه بيطلع منها كل خير للاطفال للكبار لكل المحتاجين في البلد ان شاء الله. نعم. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ماذا ستقولي له؟ نطلب من جلالة سيدنا انه يدعم المؤسسات الحكومية والخاصة التابعة للتعليم. بنشكر كمان وقفة جلالة سيدتنا الملكة رانيا ومتابعتها لأمور التعليم بشكل عام وبشكل كبير، وانا من متابعينها طبعا وبشوف النشاطات اللي هي بتعملها دائما ودائما متابعينها على الانستغرام وعلى جميع الاخبار اللي بتخص جلالة سيدتنا الملكة رانيا. ست أماني، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع الروضة وعنوانها بالتحديد؟ عنوان روضتنا بالزرقاء، الزرقاء الجديد البتراوي، شارع 26 بجانب مدرسة مؤتة الحكومية. يوجد عندنا رقمين خاصات للروضة، رقم للإدارة، يوجد عندنا صفحة خاصة للروضة بالفيسبوك. نعم.
ست أماني رسالة شكر أخيرة لمين بتحب توجهيها عبر فضائيتنا؟ رسالة شكر أخيرة أول إشي لكل اللي وقفوا معي ودعموني اللي هم أهلي وجوزي. أكيد ما ننسى الكادر التعليمي لأنه كادرنا الحمد لله كادر تعليمي متميز وذو خبرة الحمد لله رب العالمين. الأهالي اللي مساعديننا شوي الحمد لله، ولكل حدا وقف معي ودعمني. يعني أنا ممكن صعب إني ألفظ أو أتذكر كلهم، بس الحمد لله إنه ناس كثير وقفوا معي ودعموني الحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر السيدة أماني فيصل ربعي على حسن استضافتها لنا. ست أماني نورتي برنامج كفاءة حبيبتي، الله يسعدك، كنت ضيفة مميزة معنا، حبيبتي الله يسعدك، شكرا كثير لكم ولاستضافتكم، وإن شاء الله نكون خفاف لطاف عليكم، وأهلا وسهلا.